المغربي اللي بيفتح نحكي عن نسيج وانا في الحقيقة بيحكي عن الطفولة والشباب. وانا راجل من خبيش دمعتي. ولهذا قصة وانت روني تأثرتك في الملاف القصة وقالي مش كلامي بعد. أما هذه من قصواش ملاحظة هذه من قصواش خليوها. اما الحظ بتاعي انه علمني اخويا الكبير معناها ما ريتش كل عنف اللي يروح الصناع قبلي من نوع يحط له ايد وقلب حل ويدور السلف باش يتعلم. لا علمني سيدي بتؤدى وبيرقى كان يحبني وتعلمت في شهرين تعلمت هون الجكار علمت وقت فكت اللي انا لازم نعاون روحي تتنخدم نخدم في عشرة حرمات احرم نقولوا احنا في النهار معناها 1300 فرنك في النهار. اللول الحاجة اللي فيه انه علمت الصبر تعرف معناها عشرة حرمات او عشرة احرمة معناها 40 متر بالمليمتر نذكروا خمسة بتاع الصباح نخرج برا بتاع العشية نخرج فرحانين وشايخين الكلمة اللي سيدي هادي الكعلي اللي نحب نقولها للذكرى كنت صار 70,000 في 3 شهور عندي وكان يجيني في جوان يعرض لي يا صالح نجي سنين كلهم يجي جوان نلقى نور فرح ما نعرفش من يعمل أما نلقى نور الفرح من سنة 70,000 في 3 شهور شهرين ونص هاكو 3 يجي حسبنا أنا أقول سيدي هذا تعجبني كلمة يعرفي اللي يقولوا هذا ما فيهاش تنازل أو فيها حتى شيء أمان بحكم ثقافتي وقتها بحكم اتجاهي بحكم دمغلتي اللي عايشها وكل كان في هذا وعمره ما خليش بتقول في هذا مستحيل ما عرفت ثلاثة يجي حاسبنا اي دور بيش مع اي عرفي اي عرفي اي يا صالح شو تاخذ لا ما حد يحب شيء مش نمشي للحمام وبرد لا الحمام علي انا يقول سي هذا الكعب اتفضل او الحمام بتاعك 5 دينار نمشي بهم الحمام بعدين ردهم دينار قولي هوا حمامك ومصروفك مع هذا الكلام معناها العلاقات هذه علاقة بتاع ما هيش علاقات اللي بعدين مش تولي لك صلاح لها لا احنا عشنا علاقات اخرى في العمر هذيك عشنا خلاصات كثيرة فرخ قاعدين طفل وطفلة ومنفرقوش عنا كيف 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 بلاد كيف بلاد بلاد من بعض ما تعرفكش امك وانت عشيت وما تعرفكش وين دوشت تعرفكش وين دوشت وما تعرفكش وين تعشيت وما فايزة نقدر نلعب في الكورة إيجا مكبوب الساعة تدخل بالبزين ومنيا الله يرحمها بالحكاية تطير في شارع ما فماش نصبة عشية خدت الدار احنا بابنا كان ديما محلول ما تراش واحد يخف قدامه يا أم مريم تعمل الكسرة أنا يشم ريحتها من الدار ونعرف اللي خبزتي بالكسرة وهريستي الحمراء ورزمة وجدنة الرزام موجودين تاع صالح علاش؟ خاطر أنا اللي وصلت لها الرزامة من بوي منصور اللي يذكرني بالكار ويذكر بالكار وإحنا نجري وكنت أغراهم بفضل الله نطلع ناخذ الرزامة نوصلها لأم مريم ضمنت
فهمتني؟ ساعات تعمل حاجة والكلمة يفيق بيه منصور يعطيك كف ما تجيش تفرج بتلقى فيه اللي يبعث لك يناديك وما يقولش عليك تاكل كفك انت ما تقول بوك وهو بيقول عليك. بكت الجارة قالت لي باب منصور ينادي عليك، قلت له مش عيب بعد انا ضربني بكف وتعمل فيزياء وقهوة. قالت ايش دخلنا البيت التلفزه حومه الفجر فرش في البنايه فهد بلان والصبوحه وهيان يوني و عبد العال عبود عبد العال كمان شاف هذاك الكل في جوا هذاك الكل دخلت مش هو اللي ضربني بكف اي جيت صالح اي جوقه مش لاقي اي جوقه مش لاقي هو عطيني كف انا ما نقول بابا هو ما يقول لهم وانا في الكف وكفوك كلامك يعني العلاقة هذه هي علاقة في المجتمع الحرفي. ما نعرفش راح تحتاج من عام 72 حتى عام تخرجت من الجامعة ما نعرفش روحي أي مشيت الجامعة ورجعت منزل عند الشرفي عند سالم الشرفي في نهج التحرير. نمشي للجامعة ورجعت منزل على واحد في تحرير الأبيض. مرة بركي نزلت نقول احنا نتاع ليبيا في ليبيا في زيتر حتى لو خلي يكمل عم ترى خان مش قلت لي طالب قلت له طالب ما يعرفش ينزل احنا كي تولد الواحد يعرف ينزل معناها متعجب بقى وقف مع جنبه يشوف لي كيفاش قالوا له طالب وهو ينزل وقتها الاحلام يخلص فيه ب7 جنيه خلصني ب8 مش تحكي لك حكايه ما تصدقهاش في وقتنا هذا صالح الفايز مرحوم صالح الفايز نسكن على جنبه بالضبط والسرجان باب الله يرحمه شاري جحشة وين يربطها؟ قدام باب صالح القعدي وصالح القعدي يخرج بصباته يعمل هيك وكوستيوم وما تلفتش نهار قال للسرجان جيز زحفة صدقني قالي تو رجعها كل غريب لو كان واحد يربط قدام داري بهيمة تنقلوه انسى ما قالوش بيت سجان مسجين أنا خدت سيديان بالضبط وصالح الكعلي توفى جات أمه باش تزغرط تعمل هيك بالمختار قلت لها ما زغرطتش أمه في أي مناسبة خذيت الإجازة ما زغرطتش أمه صدقني زغرط فاطمة أمه ما زغرطتش في مناسبة نجاح قلت له خذت الوظيفة هذه فاطمة زغرطت فوق زغرطت العلم أما نجاح من نهار كده قالها هي قال صالح الكعلي مات من نهار في ذلك السيدية من خير قال هذا ما ضغطتش بعدين في الاجيال تلاقينا نلقاه على نفس الطيبه وعلى نفس الرجوله وعلى نفس المحبه سواء تربينا في حومه مع بعضنا او تربينا بعاده على بعضنا تلقى نفس الشيء لو انت قريب لينا نفس الطيبه نفس المحبه وراء نفس الشيء تلقانا هذه المحبه هذيك وساعه ساعه وحتى اللي ما يعرفش يتكلم ما اتفقش وما قراش مثلا وكذا يعبرك عليه. يقول لك يا حسره يا حسره يا حسره كلنا اخوان يا ولدي زدنا اخوان يا فاطمه يا ريحه الكونتينه يا فاطمه يا اللي علمتينا ننسى الحرام نحكيه زرقاء زرقاء ونزينا بالطره يا فاطمه يا حره وفي تقوي الغنوجه يا فاطمه يا اللون يا صصر مالي أرض وهلال مالي عمو مالي يا فاطمة